اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أعمال ومؤتمر بتروتك الشرق الأوسط 2016، والتي تعد واحدة من أكبر التجمعات التي تشهدها صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت هذه الفعالية مشاركات واسعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والمهتمين بهذا القطاع الحيوي خاصة من دولة الكويت. العام 2016 ومؤتمر 2016 كان مميز في عدد الأوراق ومستوى الأوراق، وصلنا إلى 120 ورقة عمل مع 120 محاضر من المنطقة ومن الشركات العالمية كذلك، يمثلون أكثر من 50 شركة بالإضافة إلى بوستر سيشنز يمثلون أكثر من 20 شركة كذلك. احنا ممتنين لحكومة البحرين ودعمها للمؤتمر بشكل مستمر. كانت ورقتي صراحة يعني جدا مهمة بالنسبة حق المؤتمر، هي علاقة الصناعة النفطية بالجامعة بالتعليم وشنو شون كالقطاع الصناعي بالكويت يقدر يقلل الفجوة بين التعليم والصناعة صناعة النفط بالكويت. هذا وقد تضمن المؤتمر على 63 جلسة فنية عقدت على مدى أيام المؤتمر، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث تم خلال تلك الجلسات عرض الرؤى المختلفة حول دراسات الحالة بالإضافة إلى أفضل الممارسات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعة. جاء ختام مؤتمر ومعرض بتروتك 2016 بعد مشاركة فاعلة من دولة الكويت وتقديم آخر المستجدات المستحدثة في هذا القطاع النفطي الحيوي، إضافة إلى آخر التقنيات والأجهزة في هذا المجال. زينب عباس لتلفزيون دولة الكويت، المنامة، البحرين.